من second exam May 2022 problem 2 of 60 students surveyed 25 owned a laptop 34 owned a graphic calculator and 20 owned both بيسأل how many students owned one or the other but not both يبقى يا إما يكون عندهم لابتوب أو جرافيك كارد ما عندهمش الاثنين الفين دياجرام دي ساعدنا عدد اللي عندهم لابتوب 25 وعدد اللي عندهم جرافيك كالكليتور 34 وعدد اللي عندهم الاثنين 20 نستنتج ان عدد اللي عندهم لابتوب وما عندهمش جرافيك كالكليتور هو عدد اللي عندهم لابتوب ماينس المشترك عندهم لابتوب مع جرافيك كالكليتور طبعا ممكن نستنتجه من الرسم مباشرة 25 ماينس 20 equals 5 عدد اللي عندهم جرافيك كالكليتور ما عندهمش لابتوب هو عدد اللي عندهم جرافيك كالكليتور ماينس المشترك اللي عندهم الاثنين وايضا يمكن استنتاجه من الرسم 34 ماينس 20 اللي عندهم جرافيك كالكليتور 34 المشترك 20 فالناتج 14 يبقى عدد اللي عندهم لابتوب ما عندهمش جرافيك كالكليتور بلس اللي عندهم جرافيك كالكليتور ما عندهمش لابتوب يعني يونيون بينهم equals 5 plus 14 equals 19 هنا 14 وهنا 5 لو جمعنا 5 plus 14 يدينا 19 ممكن ما تكتبش كل اللي انا كتبته ده just تكتب ان عدد اللي عندهم لابتوب ما عندهمش جرافيك كارد equals على طول 25 minus 20 وتكتب عدد اللي عندهم جرافيك كالكليتور ما عندهمش لابتوب على طول equals 34 minus 20 من الفين دياجرام وبالتالي عدد اللي عندهم واحد من الاثنين equals 19